ليك لطيفة لجفسي نحبك تحط الكاسك باش نسمعك أغنية. حط لنا الكاسك محمد كان تحضر لنا. ما عنديش كان المسرحية جديدة مازلنا باش نحكيو لطيفة. مازلنا باش نسمعك حاجة مزروب. حط الكاسك. لا مانيش مزروبة. علاش مزروبة؟ ترى خينا توا جيت ومزروبة خلي باش ما نفزتش بلالتي. ما لا سمح لي بالقوي عندك. لا 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 هي باش تسمعيها لي كلي انا للمستمعين زيدا. هاي باهي انت والمستمعين. هاي جيتي كومبري. الغنية ذي نعرفك مدام لطيفة قاسي نعرفك يا لطوفة اللي انتي تحبها تحب برشا زيد زي نحي الكاسك. نحي الكاسك حتى انا ما نحبش الكاسك. نحبها مش نحبها برك يعني شو هذي من الحاجات اللي هي قديمة قديمة برشا الوردة يعني وردة. انا عاشق وردة. نقرأ قرآن نصلي نسبح لكن لابد في الليل نحطها الاغنيه هذي بالضبط. نحطها لين نرقد. شنو هو سر حبك ليها؟ الكلمات ياسر معبره بالنسبه لي. جدا يعني تحكي على فتره زمنيه في حياتي يعني فتره زمنيه عديتها في حياتي. فتره فيها حب فيها حب وفيها عذاب وفيها وجيعة وفيها مرارة وفيها وحدة وفيها يعني مخلطة 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 يعني خاصة أنت تعطيتيني المقطع الأول خاصة المقطع الثاني وبنالي في الخيال جنة من الأمان يعني هذيك وقت لي هي تقولها هذوما البقعة هذية نحسها أمشت للسماء يعني طلعت للسماء كما قالت هي بنالي في السماء. تعيش في الخيال يعني؟ لا ما نعيشش في الخيال. يعني ترجع للفترة ذيك؟ ترجعني ترجعني للحنين وللذكريات وللحاجات اللي أنا ما نسيتهمش ما نسيتهمش أما عايشة حياتي. قصة الحب هذيا كانت هي السبب أنك لليوم تقعد يمكن وفية لقصة الحب ذيك مدام لطيفة قفسي؟ لا مش حكاية بطبيعة فما جزء منه كلامك صحيح لكن تلما شفت فيها عذاب ومرارة وقسوة وجحود ونعوت بشعة وحشيكم وحشر يعني تلما أنا تعذبت فيها عملت كرواروج على الحكايات يعني بسببها سكرته قلبي سكرت قلبك واكتفيت أني نعيش للتياترو للركح للخشبة المقدسة اللي أنا نقدسها للعروض للأدوار إذا كان جت تلفزية أو سينمائية أو إذاعية وكها أصحابك ويمكن عائلتك وأخوتك الناس كل كيفاش تصرفوا كيفاش قبلوا الرفض هذا ما حاولوش يقنعوك لا بخي الانسان خلق الانسان من النسيان تو تكبر تنسى تو تلقى شكون اللي نسي لا 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 حاولوا بما فيهم خويا معناها انا وياه يعني هو خويا اقل مني بشويه مش ياسر اما انا اللي ربيته الكل وكل نتحدثوا في كل شيء حاول يعني خاطر وقت اللي صارت القصه ذي وفت انا من با 28 ما زلت ما كملتهاش يعني ما زلت صغيره ما زلت في طنبكي حاول يقنعني وقلت له سافا خاطر شو اللي انا حسيته
واللي تعدى على رأسي ما عادش يخول لي باش نحل قلبي ونعمل علاقات جديدة ولا ولا عندك خوف ولا مش عندك مش خوف نفور من الحب. لا ما عادش حاجتي فيه الخوف في ولا عندي الخوف ولا عندي قلت الثقة ولا مش قلت الثقة انعدام ثقة ولا عندي رهبة ولا عندي ما نعرفش هروب 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 من الحكاية ذيك هروب. شخص ذي سمحته اليوم أنا اليوم تقول أنا اليوم في العمر ذي هو كان السبب أني بتتخ ما عملتش عائلة ما تزوجتش لا ما كانش هو صغار. سبب لا ما كانش هو سبب هو عند هو سبب من الأسباب يعني. هو جزء عنده جزء كبير واضح. من الأسباب لكن لونتوراج كان سبب. شو معناها لونتوراج؟ لونتوراج اللي هم الأهل اللي هو المجتمع اللي هو رافض أن معناها راجل يأخذ ممثلة فكل ليبوك هذيك فهمتي كيفاش في البريود هذيك يعني هو العائلة كانت رافضة أنه يرتبط بيش النين أي فعلا فعلا واضح فعلا. يعني هو زبيده ما عندوش ذنب ما عندوش ذنب هو زيد عنده ذنب ما شدش فيك صحيح ما حاربش عليك لطيفة ولا هو حاول يحارب أما ما نجمش يا أما ما نجمش يا أما فشلوا وإلا ما نعرفش الحقيقة ما نعرفش خاطرنا قلت كهربت هربت اليوم ندمت قلت ما كارنيش أنا وقتها في عمر صغير لا كارني لا ما ندمتش حليت قلبي شو ما ندمتش على حد شيء حبيت مرة أخرى لا ما خاطر شو صحيح الواحد يقول توا أنا عايش واحد وكي كي تجيني مرضى اللطف ما نلقاش شكون مونسني ودرشني معناها جو شيرش انا فيرمي معناها نولي وما لا ما تجيش مش كيما قصه حب بدت وانت معناها خاطر فيها حاجات حلوه فيها تكون اصدقاء يعني كانت بيناتنا صداقه تغيرت ولت حب وحب كبير يعني حياه عشرة يعني ما تنجميش تعوضيها بحاجة ما تنجميش تعوضي برجل آخر من الأخر لا يعوض يعني لا يعوض. قداش عندها توا الحكاية ذي؟ سنين برشا سنين ما تقابلتوش بعد سنوات لا ما حاول أنا ما حاولش أنا ما نحاولش حتى نعرف أخبارها يعني أنت قلت عمري 28 سنة وقت هو أكبر مني شوية والله نتصور الحكاية ذي باش تكون موجودة في المسرحية لا ما هيش باش تتوجد بكل علاش علاش خاطر شوقت نقول لك حاجة ما نعرفش أن ظروفها شنو يحتمل تزوج عنده صغار يحتمل عنده حياة خاصة ما نجمش ان ما تشوفش تذكروا انت باش تحكي على فترة من الزمن باش نحكي باش نحكي باش نحكي أما باش نحاول نغربل ما نحكيش بالدتاي ولا بالفلاقي ولا بالفهمتي كيفاش علاش على خاطر هي حاجات يعني ما نجمش نعملها مش باش نموه لا ما نموهش انا قد مش تموه معناها ماكش باش تحاول انك باش تبعد لو ماكسيموم انهم يشكوا في شخص معين معناها باش تخليه ليه ليه معروف ليه ليه تنكيت با إذا كان أنا باش نحكي على الحكاية يعرفوها في بلادي في قفصة يعرفوها يعني يعرفوها بالقداء وهي توا أنا ما تعدى معاك الباساج إذا كان ذكرتي ولا سمعوها معناها باش يفهموها وهنا في تونس معظم أصدقائي وأحبابي وأصحابي وزملائي وكل يعرفوها معناها ليلة مانيش خايفة منها الحكاية أنهم يعرفوها أنا ما نحبش نذكرها احتراما في يكون متزوج توا أي احترام فلا إذا كان هو مثلا يكون متزوج احتراما حتى لزوجته احتراما لمشاعرها احتراما لبرشا حاجات فهمت شنو هو ما الإنسان مش كيما مس أنا مانيش كيفهم العباد يعني أختلف بعض الشيء خاطر عندي إحساس نحس بيك من مسكش من مسش مشاعرك من قلقكش من نجرحكش من حتى من حاولش خاطر هذه احاسيس حرام
عيب ما تجيش. وإن شاء الله الناس كل هك، إن شاء الله الناس كل نقرا وحسيب أحاسيس الناس اللي قدامنا. هم الناس ما عادوش هكايا، وذاك علاش أنا فما برشا ناس يكروني.